فان شاء الله باذن الله. ونطمنكم ان احنا كمان دلوقتي عندنا تحالف، خدنا منحه من الاتحاد الاوروبي، تحالف مع 5 متاحف اوروبيه، اللوفر والمتحف البريطاني، متحف تورينو في ايطاليا، متحف لايدن في هولندا، ومتحف برلين في المانيا. ال5 متاحف دول احنا هنعمل معاهم تحالف عشان عملنا خطه 7 سنوات نصل بيها بالمتحف المصري بالتحرير الى المعايير الدوليه المعترف بها والمعتمده من اليونسكو. فبنطمن حضراتكم هدفنا في وزاره الاثار ان السائح اللي يجي مصر والطفل المصري والمواطن المصري يبقى عايز يزور متحف التحرير، متحف الحضاره، متحف المصري الكبير، متحف الاسلامي، المتحف القبطي، الهرم، زقاره، خان الخليلي، شارع المعز، كل ده. فان شاء الله باذن الله هنشتغل ان المتاحف دي تكمل بعض.